منذ ساعات قليلة انتهت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بخسارة النادي الأهلي خارج الديار 1-0. طبعا النهاردة النادي الأهلي كان بيلعب في ظروف صعبة، درجة حرارة عالية، رطوبة عالية مش متعود عليها لاعبي النادي الأهلي، ولكن واحنا هنا في قناة الأهلي واحنا بنعدد الأسباب أكيد هنحط أسباب الحرارة والرطوبة آخر الأسباب. النهاردة كان في أخطاء في المباراة، أخطاء في بداية المباراة وكمان في الشوط الثاني، لكن النهاردة أنا على المستوى الشخصي اللي ما عجبنيش النهاردة بداية المباراة. دايما بداية المباراة بتكون بداية مهمة، بتدي للمنافس أو اللعيب اللي قدامك أنا النهاردة جاي أكسب خارج ملعبي. فالنهاردة بداية النادي الأهلي ما كانش فيها القوة، ما كانش فيها الندية، ما كانش فيها الالتحامات، ما كانش فيها الإصرار، ما كانش فيها العزيمة. ودايما المباريات أو بداية المباريات بتكون مهمة. الحاجة الثانية والحاجة المهمة، النهاردة موسيماني لعب بثلاثة ارتكاز في وسط الملعب، حمدي فتحي، ديانج، وكمان أكرم توفيق. الثلاثة بلغة الكرة الثلاثة شبه بعض، بمعنى أن الثلاثة يعني بيقوموا بالدور الوظيفي في الملعب شبه بعض. ما عندكش اللعيب النهاردة اللي يديك عملية الاستحواذ على الكرة أو السيطرة على الكرة، بالرغم أن احنا شفنا ثلاثة في وسط الملعب وقلنا النهاردة ده هيديك قوة في وسط الملعب في النواحي الدفاعية، لكن للأسف الهدف اللي جه النهاردة في مرمى محمد الشناوي، وبالمناسبة هدف لا يسأل عنه محمد الشناوي، هدف صعب جدا على الشناوي أو أي حارس مرمى تاني. النهاردة لعيبة سيمبا يعني بيباصوا على ال 18 بكل سهولة، مفيش ضغط. النهاردة الضغط اللي بيتم من لاعبي وسط النادي الأهلي ما كانش موجود في اللعبة دي، علشان كده الراجل النهاردة سدد بكل سهولة على محمد الشناوي وراح في نقطة صعبة جدا، نقطة يستحيل على أي حارس مرمى إن يجيبها. دي النقطة اللي ما عجبتنيش النهاردة، عملية الضغط في وسط الملعب، وأيضا عملية بداية دخول المباراة، ودايما الدخول المباراة بيديك الأفضلية دايما. الحاجة التانية برضو والحاجة المهمة وانت بتلعب خارج ملعبك، حتة الشراسة الهجومية، ان يكون ليك تواجد هجومي بشكل كبير. شفناه في البطولة السابقة، شفناه أمام الهلال السوداني، شفناه أمام سان داونز خارج ملعبك، شفناه أمام الوداد. النهاردة كان في تراجع هجومي شوية من لعيبة النادي الأهلي، ومفيش الأنياب اللي بتكشر بيها في الخط الأمامي إلا في آخر المباراة. ممكن نتكلم في آخر 4 دقايق، يعني كرة لأليو ديانج لعبها بدماغه كانت فرصة خطر، الكرة التانية برضو لمحمد شريف اللي سددها اللي عملها له مروان محسن. فدي اللي كانت الفرص الخطر على النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي النهاردة للأمانة ما قدمش النهاردة ما يستحق على التعادل أو الفوز، بالرغم أن سيمبا لو النادي الأهلي كان عنده إصرار شوية من بداية المباراة كنا ممكن نطلع بال3 نقاط. دايما شخصية البطل بتظهر في المباراة اللي بره ملعبك، شفناها في النسخة اللي فاتت واحنا كنا بنشوف النادي الأهلي خارج ملعبه بنقول النادي الأهلي البطولة دي هتكون من نصيبه. الرسالة بتيجي من المباريات اللي بره ملعبك مش المباريات اللي داخل ملعبك، وهكرر واقول شفنا مباراة سان داونز، شفنا مباراة الهلال، وشفنا مباراة الوداد، 3 مباريات عملها هي نفس اللعيبة هي اللي عملت المباريات الكبيرة دي. لكن عايز اقول حاجة برضو مهمة النهاردة، وده يعني ممكن يكون دور الجهاز الفني خلال الفترة اللي جاية، واحنا مرينا بالظروف دي برضو في 2005 لما اخدنا بطولة افريقيا امام النجم الساحلي، ودخلنا على بطولة افريقيا 2006 واخدناها برضو. النادي الاهلي النهارده او لعيبه النادي الاهلي لازم تخلق دوافع جديده لنفسها، دوافع جديده للمستقبل، دوافع جديده للبطوله العاشره، علشان تقدر ان شاء الله تكون من نصيب لعيب النادي الاهلي. انا حسيت النهارده ان لعيبه النادي الاهلي شويه لسه عايشين نشوه البطوله 9، لسه عايشين شويه نشوه الميداليه البرونزيه في كاس العالم، لسه طايرين شويه في السماء. لا، البطوله دي لازم كل واحد ينزل رجليه تبقى ثابتة على الأرض. كويس إن الخطأ يجي في بداية المشوار، كويس إن الخطأ يجي في بداية دوري المجموعات، بالرغم إن إحنا كسبنا المريخ هنا على ملعبنا 3 بأداء وبنتيجة، فكويس إن الأخطاء دي بتيجي في بداية المشوار. من الممكن إن شاء الله في المباراة القادمة إن إحنا نقدر نتدارك بسرعة، نقدر نصرح، نقدر نصلح، نقدر نخش تاني في الأجواء بسرعة، ولعيبة النادي الأهلي قادرة على هذا، لعيبة النادي الأهلي قادرة إن شاء الله إنها تتصدر المجموعة. وبالمناسبة دي يعني طيارة عودة بعثة لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، هم غادروا خلاص هناك رحلة العودة
غادروا تنزانيا وإن شاء الله في طريقهم للعودة إلى القاهرة زي ما احنا شايفين الصورة قدامنا. ارجعوا لي بس عشان عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا. نقطة مهمة جدا بانتهاء المباراة، انتهاء المباراة بدأنا نشوف حاجة غريبة، حاجة غريبة على السوشيال ميديا. النهاردة بدأ انتقاد كبير جدا للاعبي النادي الأهلي، بدأ يكون في انتقاد لموسيماني، وبالرغم من كده شفنا ناس غريبة بتقولك يعني بنطالب برحيل موسيماني ازاي وعلى أساس ايه. النهاردة مش هي دي لعيبة النادي الأهلي اليوم الثلاث اللي فات من أسبوع كانت كل الجماهير بتشيد بيها؟ هو ده موسيماني اللي كانت الناس بتشيد بيه الأسبوع اللي فات؟ والأسبوع اللي قبليه كانت الناس كلها بتشيد بلاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني في برونزية كأس العالم في الدوحة وفي كأس مصر وأمام الزمالك في النهائي الأفريقي، هم هم اللعيبة، هو هو الجهاز الفني. فما ينفعش النهاردة مع مباراة ممكن يحصل فيها أخطاء، ممكن يحصل فيها سوء توفيق، يعني الدنيا كلها تبوظ. لا بالعكس، يعني شعار الأهلي على الحلوة وعلى المرة، المرة هو ده الوقت الصعب اللي احنا محتاجين فيه دعم جمهور النادي الأهلي ودعم السوشيال ميديا الأهلوية ورا لاعبتها ورا الجهاز الفني، علشان لسه المشوار كبير. وزي ما أقول لحضراتكم عندنا ثقة كبيرة جدا في الجهاز الفني وأيضا لاعبي النادي الأهلي إن شاء الله إنهم يعدوا المرحلة دي ويكسبوا المباريات القادمة وكمان يتصدروا دوري المجموعات ونروح إن شاء الله لدور الثمانية. ده كان كل المقدمة بالنسبة للنادي الأهلي وكمان مباراة سيمبا التنزاني. وزي ما شايفين دلوقتي زي ما أقول لحضراتكم من المطار، دي صور حصرية معانا دلوقتي، يعني عودة بعثة النادي الأهلي من تنزانيا، طيارة خاصة، النادي الأهلي سافر بطيارة خاصة وراجعين في نفس الطيارة طبعا عشان فيروس كورونا، طبعا كان راحة للعيبة. ودي كل بعثات النادي الأهلي خلال الفترة السابقة وخلال الفترة القادمة علشان إراحة اللعيبة وأيضا كمان عشان فيروس كورونا، عشان سلامة اللعيبة. دي صور حصرية طبعا الأستاذ محمد ضماطي رئيس بعثة النادي الأهلي والكابتن سيد حفيظ وكل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، ودي زي ما بقول لحضراتكم صور حصرية معانا. علشان كده بقول لجمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية مش عايزين نلتف حوالين الكلام اللي ممكن يحبط، الكلام السلبي، لا بالعكس، احنا النهاردة احنا اكثر الناس داعمين، واحنا هنا في قناه الاهلي وانا بتكلم مع حضراتكم انا اول واحد بقول السلبيات، لكن السلبيات اللي بتنور الطريق علشان الفتره اللي جايه، عشان الفتره اللي جايه عندنا مباراه فيتا كلاب هتكون مباراه مهمه ان شاء الله على ملعبنا، محتاجين نكسبها، ولعيبه النادي الاهلي قادرين ان شاء الله ان احنا انهم يكسبوها ويعدوا. وبقول لحضراتكم انا مراهن عليهم ان شاء الله انهم يصعدوا يعني اول المجموعه، مش عايزين كمان يعني نتزنق زي السنة اللي فاتت ونعلق الصعود لآخر مباراة زي مباراة الهلال السوداني. لسه الوقت عندنا متاح، لسه عندنا مباريات، والنادي الأهلي زي ما أقول لحضراتكم يعني في أقوى صورة ليه سواء مع الجهاز الفني أو اللعيب. دي كان كل أخبارنا بالنسبة للفريق الأول ومباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.